حذر المسيح: احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. فطبعا الفكرة ما هو الدافع؟ في الحياة اليهودية في المجامع وحتى في الهيكل في أماكن خاصة اللي بحطوا فيها الخزنة، وفي خزنات متعددة، كل خزنة بيكون لها غرض وهدف. في خزنة مثلا تستخدم النقود للبناء والتطوير، لكن في خزنة كانت تستخدم للفقراء، وفي خزنة كانت تستخدم للناس حتى اللي ما عندها الإمكانية إنه تقدم ذبيحة، حتى أبسط الذبايح إن يكون على الأقل عندهم شوية نقود إنه يقوموا في هذه الذبايح. الله يسر مثل هذه الذبائح لما بتكون إحنا بنعترف وبنشكر الرب على كل حسناته وعلى كل بركاته في حياتنا. المسيح بشجعنا على العطاء، وبشجعنا أن تكون حياتنا فعلا مضحية مباركة للآخرين، بس احذر أنه يكون عطائك للناس حتى تتمجد من الناس. بصلي أنه الرب يباركك ونشوفك في الحلقة القادمة.